المراقبة، دقة الملاحظة وحسن اختيار الضحية يسهلوا مهمة المتحيل أو الصياد الماهر. التحيل لعبة، والفن متاحة أنه المتحيل يحسس الضحية أنها قدم فرصة لازمها تخطفها قبل ما تضيع عليها. متحيل يركز ياسر على مظهره اللي يعاونه باش ينفذ خطة متاعه. في الأول الضحية تتصور أنها ذكية برشا وفايقة، واللي مقابلها إنسان غبي وساهر. الضحية تحس في مرحلة أولى اللي هي اللي مسيطرة على الوضع وتخدع روحها تدريجيا، وياخذها الحماس متاع الربح اللي يستنى فيها في الدورة، وتعمى على النقائص والشكوك اللي تظهر لها من بعد عند المتحيل. التحيل عنده قواعد. القاعدة الأولى، كيف يواجه المتحيل خصم ذكي وقتها يولي أكثر دهاء وخبث. يحاول المتحيل أن يحط الضحية في ظروف يسهل مراقبتها والتحكم فيها. القوة تكمن في أن المتحيل يفيق بنقاط ضعف الخصم متاعه، العاطفة، الطيبة، البساطة، الحاجة والطمع، ويسر بيها اللي يحب عليه بالضبط. المتحيل كل حنش، كل ما تكبر الضحية كل ما يزيد استعداده باش يفترس أكثر وأكثر. نجم تكتشف الضحية السذاجة متاحة وأنها كانت تعيش في خدعة، لكن قوة المتحيل أنه يحاول يقنعها بالعكس ويتلاعب بيها، وأحياناً بالثغرات القانونية. هذا كان مهرب شيء، خاطر المتحيل كائن يتقن تقنية الارتكاب.